بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله درس اليوم خمسه اقرا حرف الف الوسط الصف الاول الاعدادي، اول درس من دروس النحو. مع بعض كده معايا بقى شويه، لان الدرس ده مهم وفيه حفظ شويه. اول حاجه لازم نعرفها الكلمه بتتقسم الى اسم وفعل وحرف. خلاص، هو درس النهارده الف الوسط وهمزه القطع. بتكلم على الكلمه اذا بدات حرف الهمزه او الالف، يعني لما اقول احمد او الى او اكل. تمام، اسم حرف فعل اولهم همزه، انتصر انتصر. خلاص، لكن مثلا ما ينفعش اقول محمود ولا يلعب، لانها مش بتبدا بايه؟ بالهمزه. يبقى انا بتكلم على الاسم والفعل والحرف اذا بدا بايه؟ بالهمزه. خلاص، اقسام الكلمه زي ما قلنا كده ثلاثه اقسام: اسم وفعل وحرف. فاحنا نقسم مع بعض كده، هنبدا بالاسماء، بعد كده الحروف، بعد كده الافعال، ونركز مع بعض كويس جدا. مع بعض كده هنقول هنا همزة القطع، هنا ألف الوصل. لازم نحفظ المواضع كويس جدا، وبعد كده إيه؟ نطبق. أول حاجة اتفقنا نتكلم عن الأسماء سواء في همزة القطع أو ألف الوصل. طيب، همزة القطع قبل كل الأسماء في اللغة العربية التي تبدأ بالهمزة همزتها همزة قطع. تاني لازم احفظ كده، ان كل الاسماء رقم واحد، كل الاسماء لازم احط الشرط التي تبدا بالهمزه همزتها قصر. طيب، انا عايز مثال على كل الاسماء التي تبدا بالهمزه، يعني لما اجيب اسم لازم يكون يبدا بالهمزه. خلاص، يعني لما اقول اسامه، ابراهيم، اشرف. خلاص، طبعا عندي برضه ظروف بين الاسماء، لما اقول امام. طيب، بسرعه كده هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان همزه القطع بكتب الهمزه فوق او تحت. طب انا بقى عاوز من خلال كده مع بعض كل الاسماء التي تبدا بالهمزه همزتها قطع، الجزء اللي احنا شرحناه بنطلع تعريف همزه القطع. فهمزة القطع هي ألف ترسم الهمزة فوق أو تحت. خلاص، ألف ترسم عليها الهمزة سواء كانت فوق مضمومة أو مفتوحة، أو الهمزة تحت إذا كانت دي مكسورة. تنطق هذه الهمزة إذا كانت الكلمة في أول الكلام، وإذا كانت في وسط الكلام أو في آخر الكلام. يعني دائما بنطق الهمزة سواء كانت الكلمة في الأول أو كانت الكلمة في الآخر. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله؟ لما أقول مثلا أحمد وإسلام أخوان، أنا عندي كلمة أحمد الهمزة مفتوحة أهو، كتبت الهمزة فوق، وإسلام الهمزة مكسورة كتبت الهمزة تحت، أخوان الهمزة مفتوحة كتبت الهمزة فوق. طيب، مع بعض كده، أنا لما أجي أنطق كلمة أحمد أو اسم أحمد أقول أحمد فبنطق الهمزة. وبرضه لما هوصل الكلام، يعني الكلمه تكون في النص، هنطق الهمزه برضه احمد واسلام. طيب، كلمه اخوان برضه في اخر الكلام، يعني في الوسط، اقول احمد واسلام اخوان. يبقى انا بنطق كلمه الهمزه سواء كانت الكلمه في الاول او في الاخر. طيب، نرجع تاني، يبقى انا عندي كل الاسماء هتكون همزتها قطعه. لما كل الاسماء اللي هتبدا بالهمزه هتكون همزتها قطع، امال في الوصل هنقول ايه؟ هقول له ما عدا تسعه. يبقى انا عندي في الوصل تسعه اسماء. يعني انا اريح نفسي واحفظ التسع اسماء اللي في الوصل، وكل الاسماء بعد كده هتكون ايه؟ قطع. ايه هي الاسماء اللي موجوده في الوصل؟ احفظ معايا ابني
وإثنى بنجيب المؤنث أهو، خلاص؟ اثنان واثنتان، كده كام؟ أربعة. المرؤن والمرأة كده ستة. المضاد وألم الله، والكلمتين دول للقسم، لكن بحرف هو والله، خلاص الكلمتين دول ايه للقسم، يبقى 2 4 6 8 فاضل لي كلمة واحدة اللي هي كلمة ايه؟ اسم. طيب من خلالهم كده هنلاحظ إن إحنا في ألف الوصل ما كتبناش لا همزة فوق ولا همزة تحت، مع إن بقول ابن، خلاص يبقى أنا عايز أعرف تعريفها. ألف الوصل ترسم ألف من غير همزة، لكن إحنا قلنا القطع وترسم ألف عليها همزة أو تحتها همزة، يبقى في الوسط ترسم ألف مفيش همزة فوق ولا تحت، خلاص؟ تنطق إذا كانت الكلمة في أول الكلام وتسقط عند الوصل، يعني إيه الكلام ده؟ لما أقول اكتب واقرأ دروسك اليوم، خلاص؟ الكلمة الأولى اكتب فعل أمر ألف وألف وسط، لما أجي أنطق أقول اكتب نطقت الهمزة لقيته في أول الكلام، لكن لما أجي أنطق كلمة اقرأ مش هقول اكتب واقرأ، لا اكتب واقرأ، انتقلت بين الواو للقاف على طول، اكتب واقرأ عشان كده بنسميها ألف وسط توصل للكلام، فعند الوسط هتسقط الألف مش هتقرأ. دروسك دروسك اليوم، خلاص؟ طبعا الحاجات دي بتظهر كبير في المواد، يبقى انا عندي الف الوصل لازم اعرف تعريفها. تنطق اذا كانت في اول الكلام او في اخر الكلام، اما الف الوصل تنطق في اول الكلام وتسقط عند الايه؟ الوصل. طيب احنا كده خلصنا الاسماء، كل الاسماء قطع ما عدا التسع اسماء دول لازم نحفظهم كويس جدا. اول حاجه ابن، ابنه، اسنان، اسنتان، مرون، امرأة، علم الله، علم الله، كلمة ايه؟ اسم. لاحظ ان عندك كلمة ابن واسنان وممكن تكون اسنان واسنتين، ابن واسم ممكن تكون مسنة، مسنة مش هيفرق معاها برضه هتكون ايه؟ وصل، لكن لو خليتهم جمع هتكون قطع اسماء وابناء هتتحول لقطع. بعد كده هندخل على الحروف. عند الحروف والادوات زي ما قلت في الاسماء، كل الاسماء بقى اقول كل الحروف والادوات التي تبدا بالهمزه همزتها قطع، اي حرف او اداه هتبدا عندي بالهمزه همزتها قطع وانت مغمض، زي او هذه ايه؟ حرف، إلى حرف، خلاص؟ إلا، خلاص؟ أي حرف أو أداة هيبدأ عند طبعاً إن وأن وإن وأن، أي حرف أو أداة هتبدأ بالهمزة، همزتها قطع. طيب في الوصل إيه اللي هيتم؟ هيقول لي ما عدا واحدة بس، ال في الوصل أهو التي تدخل على الاسماء، يعني ايه الكلام ده؟ انا هجيب اسم اهو مع بعض، كلمة بيت مثلا، كلمة معلم، كلمة مدرسة، عندي الاسماء دي اساسا مش تبع بس النهارده، لا تبع القطع ولا تبع الوصل ما بتبداش الهمسة، لكن لو انا حطيت في اول الاسم الف ولام قلت البيت تبع درس النهارده، خلاص يبقى في الف الوصف اي كلمه هتبدا بالالف واللام، اي اسم اهو ابدا بالالف واللام، البيت، المعلم، المدرسه، خلاص انا عند اي وانت مغمض استخرج همسه وصل او الف وصل من القطعه او من الكلام، طلع له اول حاجه تفكر فيها اي اسم بيبدا بالالف واللام، وما بنحسبهمش على الاسماء بنحسبهم على الحروف والادوات اللي هي التعريفية اللي هي أداة التعريف. تاني بسرعة كده يبقى أنا عندي الأسماء كلها قطع ما عدا تسعة، الحروف كلها قطع ما عدا إيه؟ واحد. نروح للأفعال ونركز كويس جدا لأن الأفعال طويلة شوية، خلاص؟ أنا عندي الأفعال ضبط الوصل والقطع.
فعل. طبعا احنا عارفين ان الافعال اللي درسناها قبل كده بتنقسم الى فعل ماضي ومضارع وضم، لكن النهارده احنا عايزين الفعل من حيث العدد. خلاص انا عندي اقل فعل ثلاث حروف وثلاث بحرف، اكبر فعل هعد 3 4 5 6 هوصل لاكبر حاجه هي 6، يقسمهم نصين 3 و4 في القطع 5 و6 فين؟ في الوصل. يبقى انا بتكلم على عدد الحروف، اذا كان الفعل ثلاثة احرف او اربعة احرف هيكون تبع القطع، خمسة احرف او ستة احرف هيكون تبع الوصل، وهنعرف القاعدة بتاعتهم دلوقتي وبنطلعهم ازاي. بس اهم حاجة مش اي فعل، ما تقوليش تعلمها، احنا بنتكلم على الافعال التي تبدا بالالف او تبدا بالايه؟ بالهمزة. طيب انا اول حاجة عندي في الافعال كل فعل ثلاثي اشارته يبدا بالهمزة. خلاص؟ طيب عايز مثال كده علشان نعرف يعني ايه كل فعل ثلاثي يبدا بالهمزة، زي اكل. خلاص؟ وزي ايه؟ اخذ. طيب هل كده الامر من اكل كل ما فيهوش؟ طب هات لي الامر من اخذ خذ برضه ما فيهوش، امال اعمل ايه؟ هات لي المصدر اللي هو كنا بنعرفه من سنه خمسه المفعول المطلق. المصدر بتاع اكل اكلا. خلاص؟ اهو اكلا اخذ اخذا. يبقى انا عندي الماضي كل فعل ثلاثي اهو في الماضي 1 2 3 يبدا بالهمزه ومصدره، وقلنا عليه مصدره قلنا يعني اللي هو كنا بنجيبه في سنه 5 و6 اللي هو المفعول الايه المطلق. اكل اكل المصدر، اخذ الفعل اخذن الايه المصدر بتاعه. رقم 2 في القطع الفعل او كل فعل رباعي يبدا بالهمزه من هنا ورايح تقول وامره ومصدره. يعني ايه الكلام ده؟ نجيب مثال لما يقول لي عايزين فعل اربع حروف اكرم. خلاص؟ هات لي الامر اكرم، لازم اقطع الهمزه، المصدر اكرام. مش الكلمة مع بعض اهو اكرم اكرم اكرام اللي هو المصدر او الكرام. خلاص احسن. مثال تاني احسن احسان. يبقى انا عندي الماضي الفعل الثلاثي اللي هو مصدر، لكن من هنا ورايح الفعل الرباعي اهو ماضي وامر ومصدر، نروح لالف الوصل. اول حاجه في الف الوصل اتفقنا ان الثلاثي والرباعي في القطع في الخماسي والسداسي في الوصل، يبقى كل فعل خماسي طبعا انا بتكلم على الماضي يبدا بالهمزه او الالف، مش هتفرق معايا الف وصل او همزه وصل، وامره اتفقنا ان هنا ورايح نقول وامره ومصدر كل فعل خماسي طبعا احنا بنتكلم في الماضي، وامره ومصدره. طبعا نجيب مثال لما نقول انتصر، عد معايا كده 1 2 3 4 5. طيب هات الامر انتصر، هات المصدر انتصار تاني انتصر انتصر انتصار. طيب عايزين مثال تاني، ها اهتم اهتم اهتمام، عد معايا كده الفعل ده وركز كويس جدا. ايه تم؟ انا بكتب اربع حروف، لا ايه تم ما انا عندي النوم مشدده. خلاص اهتم اهتمام، عشان كده هو في المصدر في الكتاب. طيب نروح لرقم يبقى الخماسي وامر ومصدر، نروح لرقم 2 في الاصل الماضي السداسي وامره ومصدره، ماضي سداسي وامره ومصدره. هات مثال لما نقول استخدم، بسرعه كده مع بعض، الامر استخدم المصدر اتفقنا ان هو على طريقه المفعول المطلق استخدام. خلاص استعلم اهو استعلم استعلام
شكلهم كده بسرعه علشان نفرق بينهم. هو اس دخ دبل، اس دخ دم استخدام، اس دعلم استعلم استعلام. خلاص طيب كده احنا اتفقنا ان هم ثلاث حالات. استني حاله هنا، حاله هنا بسرعه كده. في الحاله في القطع اي فعل مضارع، اي فعل مضارع يبدا بالهمز، همزته هتكون قطع. اي فعل مضارع ما تدورش كان اصله ايه في الماضي. اي فعل مضارع، طب اجيبه ازاي ده يا مستر؟ لما اقول انا اقول ايه؟ اكتب، انا اتعلم. حضرتك لو جبت في الماضي هقول كذا، تعلم ثلاثي وخماسي، استخدم. خلاص يبقى اي فعل مضارع يبدا بالهمز، همزته ايه؟ قطع. عندي الحالة الأخيرة هنا في الوصف في الأفعال، قال الأمر من الفعل الثلاثي، بس خد بالك شرط غير المبدوب بالهمز، يعني أي فعل ماضي ثلاثي، أي فعل ماضي ثلاثي، الماضي يكون ثلاث حروف، ما يبدأش بالهمزة زي كتبة، هات الأمر اكتب، فهم افهم. لاحظ معايا حضرتك الهمزه غير طبعا، اكتب عليها همزه مضارع، اكتب مش عليها همزه تكون امر، فغيرت بمعنى ايه؟ خالص. ملحوظه بسيطه بس ونكون خلصنا ان شاء الله الدرس. انا عندي فيه همزه قطع، امان، ادم. خلاص؟ دي وصل ولا قطع يا مستر؟ لا قطع، اصلها كده امان، اصلها ادم. فالاثنين همزه القطع لما بيجي بعدها الف وصل بحولها لهمزه ايه؟ لهمزه مد، فهمزه المد من القطع. عندي برضه كلمه زي الابتسام، ممكن تكون وصل ممكن تكون قطع. انا لو جبت من الماضي اقول ابتسم، عد معايا كام حرف؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، يبقى انا عندي ابتسام مصدر، مصدر خماسي. لو انا قلت ابتسام طالبة مبتهجة، خلاص؟ وعندي ابتسامك في وجه اخيك صدقة، زي ما اتفقنا كده انا عندي ابتسام مصدر خماسي، فهتكون لما اجي احل هقول ايه؟ لازم اجيب الماضي زي ما انا عملت مصدر للماضي الخماسي فهتكون وصله، وانا هنا عملتها قطع ليه؟ لانها بقت اسم انسان، يبقى انا عندي المصدر لو اطلق على الانسان فهتكون همزه قطع. اخر حاجه لاحظ معايا كلمه ابن، ممكن احذف الهمزه اذا وقعت بين عامين، لما اقول مثلا عمر ابن الخطاب اول امير للمؤمنين، فانا هحذف الالف اذا وقعت بين علمين عمر والخطاب، بس بشرط الثاني يكون الاول، وبعد كده ان شاء الله هنكد عليها فين؟ في المراجعه. وشكرا.